عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد يهم منطقة في جرزونة اللي هي إحدى محطة النقل البري، محطة الواجات والكيران. هو الموضوع فيه، الموضوع اللي صورته اليوم فيه زوز مواضيع، لكن اليوم باش نهبط الموضوع اللي نشوفه فهمتني مستعجل برشا. الموضوع هذا اللي هو يهم كارثة بيئية، في زوز حاجات كارثة بيئية باش نشوفوها التفاصيل كل في الفيديو، منهم الواد اللي متعدي من الغديكة، ومنهم الرجارة اللي تسيب في الغاز. الله أعلم منين جاية، لكن تسيب في الغاز وما هيش رجارة متاع صرف صحي، يعني ما هيش قناة صرف صحي. لكن باش نشوفوا قناة الصرف الصحي اللي مسيبة على العباد، ونشوفوا الرجارة هذية اللي قاعدة تخرج في الغاز. نخليكم على الفيديو، لكن نحب نقول اللي راهو وجوب التدخل السريع في المنطقة هذه. خليكم على الفيديو. السلام عليكم. هذه بلاصة في جرزونة حذا محطة الواجات وراء محطة الكيران. هذا زيجو اللوناس مش حابة تسكروا، كما نشوفوا زيجوات مياه صرف صحي تتعدى في وسط ديار. زاد هذيك دار ورانا فما ديار لهنايك، ورانا فما ديار. بخلاف الديار محطة الكيران ورا هذه، ومحطة الواجات في ورا الصور هذايا. بخلاف الريحة ما نحكي لكم، مش حاصل لايك التصويرة ظاهرة يا ريحة. يقول هذايا مياه صرف صحي تتعدى من الوسط الديار وفي وسط البلاد، وفي وسط بلاصة فيها مسافرين، فيها برشا حاجات تجي عباد البنزرت لهنايك، تهبط في محطة النقل البري تاع بنزرت، يشموا ريحة الواد هذا اللي هو نورمال ما يتسكر ويتعمل زيجوات كيما الزيجوات الكل. هذا نورمال ما مش يضغط برك، يتعمل فهمتي زيجوات كاملين اللي يهز هاي حلقوم كامل يتعمل. ومياه صرف صحي الكل، توا عندنا جعبة نتاع مياه صرف صحي هاي لهنا فهمتي نتاع فهمتي أبار اللي جاي من الغادي الكل فهمتي كله صرف صحي هذا. وحتى كي يبدا ماء بركة يقول لك ماء نتاع شنو هذا، هذا المطر عندها قداش ما صبتش فهمتني، ما يجيش زاد محلول هكا كله خز وكل فهمتي ناموس، يعني كما نقول ولات فهمتي بلاصة يفرخ فيها الناموس فهمتي، يفرخ فيها الناموس. ليه وأبار هذايا أي أي ما هذايا نتاع هذوما كل رجارات تصرف صحي. ديجا هاي فما واحدة هاي لهنا، زاد واحدة أخرى هذيك فما رجارة أخرى. زاد رجارة أخرى هذيا ما فوق الواحدة، وهذه زادة ما تابعة واد. زاد هذي هاي فما بلاصة أخرى عاملين محلولة وتصب الكل هناك. الريحة حاسة ما نحكي لكمش، بخلاف الناموس وخلاف الواحد. هذه بلاصة في جرزونة، ومن بعد يقول لك المسؤول نخدمه على رواحنا، سواء نحكي وتويك على مستوى شو اسمه الإدارة، الإدارات الجهوية بما فيهم الناس بما فيهم الكل الكل، يقول لك احنا نخدمه واحنا في جرزونة 2024 مازلنا عنا حالات كيف هذه. وفما حالة أخرى باش نوريكم اللي استهتار بالبرواح الناس في جرزونة في المرتبة الأولى، باش نوريكم رجارة تصيف الغاز جاية من جهة المعمل الغاز ولا اللي هو ما توا هذايا بار البلاصة هذايا بار الحنوشة اللي تعملهم بار كل شيء. وقعوا البلاصة وين ديجا محلول من هيك، ما نجمش ندخل، اما محلول الزيكو حد هناك اللي يخرج من برا. هاي الرجالة ديجا نشوف فيها ريحتها، ريحة الغاز اللي فيها نشوف فيها ما كبيرة برشا الوحدة ما تعرفش. بيو هذه الرجالة تخرج في الغاز، بلاصة اللي تخرج منها الغاز حتى ما فيهاش بلاصة تخرج الغاز، هي اصلا ولا تولي اختر من هنا
نرجعوا للواد هذا، الواد اللي يخرج من هناك هكا محلات الديار. هذا كما نقولوا يعني هكا المواطن في جرزونة قاعد يعيش، بخلاف هذيا الرقارة ديجا ريحة الغاز دارك سيرتو تويك خاطر فما هواء كي تجي من وراها فيها ريحة غاز وشعلت مرة. قداش عندها ملي هذي مرة شعلت؟ المقاول جي خدمها 4 سنين كسرها وخليها هكاك. المشكلة اللي شعلت فيها خدم الواد قال لي هنيك يعني كان شد طرف نار فهمتي مشات هذايا زاد الرقارة مش عارفين مين جاي خاطر المعامل كل ورانا متاع معمل الزيت ومعمل الغاز ومعمل الغاز والكل فهمتي ورانا. الرقارة هذايا اللي تعمل برشا ريحة متاع الغاز مش عارفين منين تجي بركة، لكن راهي تخرج في الغاز. كما كنا نتفرجوا في الفيديو حبيت تعليق يعني الاخراني باش يكون على المغالطة اللي تصير في اغلب الحاجات اللي قاعدين نخدموا عليها، واحنا نخدموا على يعني فيديوهاتنا الاكثريه على حاجه اسمها البيئه والعيش الكريم للمواطن. اليوم انا نجي نهبط موضوع مثال كيف الموضوع هذا متاع الواد، وغدوه تجي مثال لناس تعمل اكسيون تدخل وتهبط تصورت في الصفحه الرسميه نتاعها وتقول رانا عملنا تدخل كذا وكذا، بعد كي تمشي تشوف تلقى ما فما حتى شيء وما صار حتى شيء، دون راهو نحاول ترفع حشيش بركة. ومانيش نحكي على الناس يعني نحكي على خذيتها كمثال ونحكي على الإدارات الكل، الإدارات العمومية الكل، والموظفين اللي أعطتهم الدولة ما ثقتها باش تخدم المواطن، واللي هي كونها كي تخدم المواطن راهي خدمة على جمالية البلاد وخدمة الوطن نتاعها. لكن وقت اللي نمشيو نشوفو نلقاو جيس راهي تصور بركة، تسجيل حضور فيها ندخلنا ونظافة كانت على حد حبر الكادر نتاع تصويرها بركة. هذا احنا ماذا بينا ما يتعودش، ماذا بينا ما يواصلش هكايا، ونخدمو بضمير. وراه المواطن من حقه، وانا كمواطن عندي الحق على كل مسؤول موجود في المنطقة متاعي باش يوفر العيش الكريم ويساهم في جمالية المنطقة اللي هي يعني تنتمي الوطن كامل. وكان كل مسؤول يخدم من جهته بضمير تولي بلد الكل تولي محلاها. البلدان المتقدمة الكل هكاك، كل مسؤول التزم بخدمة المنطقة متاعو بضمير ولو بلدان متقدمة. احنا ما نسنا باش نوليو متقدمين مادام عنا مازال الى يومنا هذا مسؤول يهبط في بلاصه باش يعمل تصويره ويهبط ينشر في الباج في الصفحه الرسميه نتاعهم اللي هما عملوا تدخل. والله الا حبيت اريد بعد ما هبطت تصاور نتاع في تدخل بعض المناطق كلمتني عباد، بعثت لي يعني عباد مساجات قالوا لي راه ما صار شيء. نمشي نصورها انا بالوقت اللي هي ما صار شيء بعد ما هبطت صفحه رسميه ونكذب المسؤول هذاك نقول له راك يعني جيت عملت تصور بركه، عباره باش تولي انا شدد به بونتو. لذا ما هو في الفيديو هذا رساله لكل مسؤول جهوي، كل اداره جهويه، كل اداره عموميه، كي تهبطوا تصور وانتم خدمتوا فهمتي على اساس خدمتوا بلاصه خدموها كامله، اخدموها كاملة باش فهمتي راهو ماهيش مزية، راهو المواطن التونسي هو قاعد يساهم بنسبة كبيرة من الأداءات اللي يخلص فيها لرواتبكم للشهر متاعكم. هاي فما مساهمة كبيرة باش انت كل شهر تمشي تجبد شهرية، والخدمة متاعك اللي هي تقديم خدمة للمواطن. وكان قدمت خدمتك للمواطن ووفرت له العيش الكريم، وفرت له البيئة النظيفة، راهي نفس هذيك راك انت نفسها راك قدمتها للبلاد، البلاد اللي عطات فيك ثقتها وعينتك ولا وظفتك. هذا هو الفيديو متاعنا، وان شاء الله مسؤولين متاعنا يفيقوا شوية. ورانا احنا في عصر التكنولوجيا، تجم تهبط اليوم تصويرة تقول هاني خدمت،
بعدها بدرج يهبط فيديو كامل اللي انت ما خدمتش، جيست خدمت على تصاور اكاها. واحنا النيفو هذايا المنحط ما نحبوش نوصلوا له، اما اكيد باش نرجعوا للبلايص هذايا اللي حكينا عليها، وباش نشوفوا اسكو وصل الصوت نتاعنا باش نوفروا العيش الكريم للمواطن، وباش نوفروا البيئه النظيفه للمواطن ولا لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.